ماذا ستفعل؟ اصمت الآن، دعني أنهي وجبتي. حسناً. سيفرح الحكيم كثيراً، وجدنا الساموراي الجائع. ما هذا الذي تتحدث عنه؟ لدي أهداف أسمى من ذلك. تطلب أن أقاتل مقابل الطعام؟ أنا لست متسولاً يا هذا. انظر، من تلك الفتاة؟ فتاة غريبة، ربما جاءت إلى هنا للتجسس. سأذهب لكي أتحدث إليها. لا تفعل. أنا بصيري، هذا صعب. إنها طريقة الدفع الوحيدة. الأرز، خذ ما شئت منه، ساعدنا أرجوك. كيرارا. كيرارا؟ حقا؟ اسم جميل ونادر جدا. قفزت حقا. كنت واثقة بقوتك وبأنك الشخص المقصود. الآنسة كيرارا؟ أعرف أنني سببت لك القلق، أنا آسفة. من الساموراي؟ لقد أنقذني كامبي. هل تعلمين ماذا حدث لشيرا؟ لا. إنها فرصته ليعيد تقويم نفسه. يعيد تقويم نفسه؟ ولكن لماذا؟ لا تزال حياً؟ جيد، هيا إذن دعنا نتحرك. كاندل، توقف بسرعة. تعب، تعب. ايه، كما ظننت تماما، كنت في إحدى المعارك إذن. أيها العجوز، تحطمت الذراع مرة ثانية. عليك أن تتوخى الحذر في المرة القادمة يا صديقي. ومن أنت؟ اصنع لي معروفا وأعطني الذراع المقطوعة إذا سمحت. سمعت بما حدث.
أخبرني لما أنت خائف؟ واحد من الساموراي، واحد من الساموراي حاول أن يقضي علي. لن يجرؤ أحد على ذلك مرة ثانية. سترث ثروة مارو كلها، وبعد ذلك ستصير الحاكم. أنت وريثي، لن يؤذيك أحد، حتى الساموراي نفسه. لا أصدق، لقد كان متوحشا جدا. إن كان يزعجك فلما لا تتخلص منه؟ هذا صحيح. لا بد أن أفعل هذا قريبا. ماذا قلت؟ ستقضي علي؟ الآلة حسب، أكره الساموراي الآلي. وهل نسيت الفتاة؟ إلى أين ستهرب من قبضتنا؟ سنعرف حقيقتها. هاي، ماذا أصابك؟ توقف عن تأمل قلادتك الصغار. وما علاقتك بهذا يا كاندل؟ لماذا لا تدعه يفعل ما يحلو له؟ أنت أيها الصبي. نعم أنت. من هذا؟ لا أدري، لم أره في المدينة من قبل. ما الأمر؟ هيا، تبدو حزينا، هل هذا صحيح؟ أبقي مكانه. أرجو المعذرة على فضولي، أعلم تماما أنها طريقة غير مناسبة لجذب انتباهك، ضريبة العمل. قل لي من أنت وماذا تريد؟ لم أعرف نفسي، اعذرني. اسمي كاتاياما كوروبي، تسرني رؤيتك. هذا لطف منك، ولكن قل لي ماذا تريد مني. هيا. قليلا من المرح. أتعلم، كنت مقاتل ساموراي، وهذه الأيام لا أستعمل سيفي إلا لأجل التسلية وحدها. أعرض مهاراتي القتالية مقابل أجر يومي. ماذا؟ تستخدم السيف للتسلية؟ أرنا شيئا، هيا. لا تشجع. لماذا أنت غاضب؟ ألا تزال تفكر فيما حدث هناك حتى الآن؟ انسى الأمر، افرح قليلا يا صديقي، لعلك عندئذ لن تغضب على كل شخص يطلق ابتسامة. لست غاضبا. إذن لما تتأمل القلادة؟ أنت على حق، هذا ما أردت قوله لصديقنا الشاب. أنت جاد كثيرا، لا شيء مثل مواساة الصديق. ماذا؟ نعم، دع الحزن جانبا لبضع ثوان. ما قصدك؟ الأمر سهل، كل ما عليك هو التسديد هنا. يبدو قويا. انتبه، سأحاول الإمساك بالسهم الذي سترميه، ثم سأرميه في الهواء. هذه اللعبة إما حياة وإما موت. إذا أخفقت أموت، وإذا نجحت تعود إلي من أجل المرح. قواعد اللعبة سهلة، خذ. حسنا. قلبه قوي جدا، ولا أدري هل هو ساموراي حقا. لا شك أنه يكذب. كما تريد. سيدتي وسادتي، سنقدم إليكم هذه اللعبة المسلية، حياة الساموراي على المحك. حسنا أيها الفتى، أنت تعلم هدفك، ابدأ. والآن سدد. هذه حماقة، لا يعرض الساموراي حياته للخطر من أجل التسلية أبدا. لم أتوقع أنك جبان. أصمت، لا تسخر مني. سأقترب أكثر لأجعل الأمر أسهل، يمكنك التسديد. الآن. نعم، إنه بارع جدا.
لقد نجح حقا. مذهل. إنه مجنون. إن مقاتلي الساموراي غريبو الأطوار. تصرفت بحكمة عندما أحضرت أوكويو إلى هنا. أكره التفكير في ضياع الثروة التي أجمعها إذا ما قتل. لدينا مدينة تجارية مهمة ولا يمكننا السماح لمحاربين متهورين بتحطيمها. ما قصة الساموراي؟ أهو من نوع النوبوسيري؟ لا، إنه من نوع آخر، من نوع غير معروف. هل يعمل مع أحد؟ نعم، مع رجل شاب. اقتله أيضا واقتل القرويين. لكن السيد يريد استجواب تلك الفتاة. لا أرى داعيا لهذا. حسنا. لا أصدق. كرارة، أنت هنا؟ السيد كامبي؟ أنت ماذا تفعل هنا؟ هاي، كن حذراً، سأعاقبك على فعلتك. آسف، لن أكرر ذلك. اللصوص لي وحدي، وحدي أنا، هل فهمت؟ لن أعيد ذلك. أرجو ألا تفقد حماستك للقتال. ماذا يعني ذلك؟ أنت عد، قلت عد. لقد علمت الحقيقة، أنقذت الأنسة كرارة، فشكرا لك على لطفك. لا بأس، حدثني عن معركتك. شكرا جزيلا لك كرارة، سامحيني. ما الذي تقصده؟ لم أنجح في حمايتك، قلت لك لا تتركي يدي، ولكنني تركت يدك. آسف، كانديل هو من غلب الحراس لا أنا، لأنني فقدت سلاحي في أول القتال. إنه لأمر مخجل، كيف أدعي أنني ساموراي؟ لا أستحق اللقب. لكنك حاولت يا شيرا، والجميع في النهاية كانوا بخير. نعم، السيد كامبي قال الحقيقة، لم أستطع حماية شخص واحد، فكيف سأنقذ قرية من اللصوص؟ إذن كنت تستمع إلي؟ ألهذا السبب أنت غاضب؟ اهدأ يا صديقي، سأتحدث قليلا إلى هذا المتعجرف. انظر إلى هذا، وجبتك، هل فكرت في ثمنها؟ لقد حرموا أنفسهم منها حتى تتمتع بطعمها اللذيذ، وأنت لا تكترث لأنك مغرور جدا. يفعلون كل ما في وسعهم وأنت لا تحترم مشاعرهم. أنقذت الفتاة، لذلك تستحق الشكر. إنهم يعانون من أجلك وأنت ترفض المساعدة، لهذا سأتخلص منك الآن. دعني، هل أنت خائف؟ ألن تسمع جوابي أولاً؟ وهل سيفسر جبنك؟ لقد قررت أن أذهب مع القرويين. هذا جيد. جعلني إصرارك أحب أهل قريتك، ولهذا سأساعدهم. لن أسمح بسرقة أرزكم الغالي. شكرا جزيلا لك. هذا رائع. وأخيرا عثروا على ساموراي حقيقي. ما رأيك؟ أستطيع التغلب على كامبي. لا تفكر في هذا، فلن تستطيع التغلب عليه. عجوز. قد يغير الأعداء من الجو، سيكون من الصعب حماية الجرف.
معلمي، سنتمكن من الحصول على الأسلحة ثم نعلم المزارعين القتال. هذه حرب وليست لعبة، والدفاع أشد صعوبة من الهجوم. ولكن معلمي، ماذا قلت؟ إياك أن تناديني بالمعلم ثانية. قد لا أكون تلميذك، ولكنك أستاذي حقا. ولماذا تتملق هكذا؟ أنا لا أتملق أبدا، بل أظهر احترامي وتقديري. توقف، ربما يشعر بالغيرة. اصمتي لي راش. إذا كنتما ستقدمان لنا المساعدة فعليكما تهدئة الموقف بينكما قليلا. لا، لن نأخذهما معنا. ولكن لماذا؟ هل جننت؟ أحتاج إلى شخص أقوى. سأغلد إلى النوم. قلت إن هناك 40 وحدة. هذا صحيح، وجميع الوحدات محصنة. نحن في حاجة ماسة إلى تعزيز قواتنا بسرعة كبيرة. سنحتاج إلى 7 من الساموراي ذوي الخبرة، سيكونون إلى جانبي. هذا ما سنفعله. 7؟ سمح لنا الحكيم ب4. لما لا نأخذ كاندل؟ سنفعل ما يطلبه إلينا السيد. سنثق بخبرة كامبي. نعم، فلا خيار آخر. يا سادة، لقد حسم الأمر، علينا أن نبحث في المدينة. اتفقنا؟ كيرارا، لما لا تبقين هنا؟ ولما؟ أخشى أن يكون أولئك الحراس لا يزالون يبحثون عنك في المدينة. صحيح، المدينة أشد خطرا مما ظننا، والناس متعجرفون هناك. من الأفضل أن تبقي هنا. يجب علينا التغلب على مخاوفنا. أعلم، ولكن كوني شديدة الحذر. حاضر. أتعلم؟ ربما يمكنني المساعدة. لقد التقيت هذا اليوم ساموراي غريب الأطوار. فكرة غريبة. وهل ستطعمونني الأرز أيضا؟ أختي، لقد عاد ستيفاني. خذ هذه العصا واختبئ قرب المدخل بسرعة. لماذا؟ أريد أن تضرب الساموراي عندما يدخل. حاضر يا معلمي. تفضل يا سيدي. شكرا لك. سأنضم إليكم. ألا تريد معرفة كل شيء؟ ولكن أرجو المعذرة، ما الأجر الذي سأخذه؟ يجب عليك أن تبذل قصارى جهدك، وسيكون أجرك وجبات لذيذة من الأرز. موافق. شكرا لك يا سيدي. لا تظن أنني بطل متميز شهم، فأنا لن أساعد القرية بدافع الشفقة أو من أجل الأرز الذي يمكنني أن أخذه أجرا على عملي في المهمة. بل أنا ذاهب لأجلك يا سيد كامبي، أريد مشاركتك في المعركة. رأيت ما فعلت، كنت بارعا في استرداد الطفل. أظن أنك نفذت المشهد بدقة. لا أدري لما الجميع يحب السيد كامبي، إنه مغرور. هاي أنت، ألست الذي قطع رأسه من قبل؟ أصمت. انخفت. ماذا؟ شكرا، مهاراتك القتالية رائعة. أعلم ذلك. أظن أن هنالك شخصا ما يتعقب أثرنا، وأنت أيها الفتى الشجاع لديك مهارات مذهلة، لكن عليك أن تصقل قدراتك جيدا، أليس كذلك؟ وما قولك عن مهاراتي؟ مهاراتك أكثر من مذهلة. ماذا قلت؟ لقد أخطأت الهدف، لكن يبدو أن المعركة ستبدأ، فلنستعد لها. ألا نلو قليلا؟ أريد رؤيتهم وهم يهربون. كما تريد.
شيرا، احمي الآخرين. أنت رائع. ها هم. أنت محترف، تهانينا. شكرا. هل أنت من أولئك الساموراي المستأجرين؟ عرضهم جيد، لا يرفض. يبدو أنك لن تفكر في تغيير رأيك. يا للأسف. لا عليك، أنت المسؤول عنه. على ما يبدو أنك لفت انتباه مارو. من مارو هذا؟ والد الشاب الذي قام باختطاف الآنسة. إنه حاكم المدينة، شئنا ذلك أم أبينا، وليس بالعدو السهل الذي يمكننا مواجهته. يا للروعة، أنا مؤهل لذلك. والآن يا سادة، إليكم الصفقة. شردوا الأمان وفجروا دمع الحنان، ظلمهم قد اصطاد الأغاني. أزهري يا ذكرياتي وانفضي عنك سباتي، واستحمي من نور الساني. ما بي لا أنسى لحنا ششيا رنا بي، لا أخرج من ظلمة نفق الأحزان. بعد أن انضم غوروبي إلى فريق الساموراي، ازدادت الأخطار المحدقة بهم. فهل سيتمكن أصدقاؤنا من النجاة منها؟ وهل سيقضي هوغو حارس الحاكم على كامبي؟ لنتابع الحكاية في الحلقة القادمة.